هذا يقول انه جاء في الحديث ان الرجل ليتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. نعم، هذا جاء في الحديث الصحيح ان الذي يتكلم بكلمه تسخط الله عز وجل انه يهوي بها في النار، كلمة واحدة، فكيف بالذي يتكلم بكلام كثير مما يغضب الله عز وجل؟ الكلام خطير جدا، واللسان خطره شديد إذا لم تحفظه. وجاء في الحديث أن رجلا كان من بني إسرائيل وكان له صديق، فهذا الرجل يرى صاحبه على المعاصي فينهاه، ثم إن هذا الرجل لا ينتهي عن المعصية ثم ينهاه، ثم بعد ذلك قال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. أساء الأدب مع الله عز وجل وحلف على الله ألا يغفر. الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، يغفر للمسلم ولو كان عاصيا ما دام أنه مسلم من أهل التوحيد وأهل الإيمان، ولو كان عاصيا فإنه يرجى أن يغفر الله له ولا يقنط من رحمة الله. يا قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الرجل قنط من رحمة الله وقال: والله لا يغفر الله لفلان، فغضب الله عليه وأحبط عمله والعياذ بالله. كلمة واحدة أحبطت أعماله، نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أنه يحفظ لسانه عن الكلام السيء في حق الله أو الكلام السيء في حق الناس، يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بالكلام الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. طيب من القول، تكلم الإنسان بكلام طيب وقولوا للناس حسنى، يعود نفسه على الكلام الطيب ويعود نفسه على ترك الكلام الردي، يربي نفسه على ذلك.